بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الأول الثانوي على قناة مستر إسرائيل ذات للشرح وتبسيط قواعد المنزية. إن شاء الله النهاردة هنستكمل حل امتحان جديد من امتحانات النهائية اللي جابها كتاب جيم عندك العام 2021 في الكتاب اللي معنونه Ongoing Assessment and Booklet. وصلنا لامتحان رقم 10 مع محافظة الشرقية في اللي هي طبعا الإدارة بتاعت منطقة العاشر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله في تشوز. الامتحان ده موجود عندك على صفحة 128 من الكتاب اللي احنا ذكرنا اسمه، ونبدأ بجملة تشوز بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة some people's، بعض الناس إيه بقى إن money gets them to do illegal things، في المال بيجعلها أو بيخليها تعمل أشياء غير شرعية. يا ترى interesting ولا interested ولا interest ولا interest؟ interest لوحدها آخر واحدة اللي هي معناها some people's interest، اهتمام بعض الناس بالمال بيخليها تقوم بفعل اشياء غير شرعيه. كلمه interesting معناها شيق، interested معناها مهتم، interest ده جمع كلمه اهتمامات. انا عايز كلمه interest فقط اهتمام ككلمه مفرده علشان تكمل معايا الجمله اللي عليها. جمله رقم 2 he got his degree from، حصل على الدرجه العلميه بتاعته من ايه؟ university in finland، من جامعه في فنلندا. كده انا محتاج اداه ولا مش محتاج؟ اه محتاج، محتاج الاداه ا علشان كلمه university شكلها بادئ بحرف متحرك لكن صوت لا، الصوت مش متحرك، الصوت ساكن، عشان كده خدنا ما خدناش ان. ذا خطا وذيس خطا. تمام، نروح الجمله رقم 3 وي شود ليف تو ورك ايرلي، يجب علينا ان نغادر الى العمل مبكرا. اول وي مايت جيت، او ممكن يحصل لنا ايه بقى ان ذا ترافيك جامز، في الازدحام او الاختناق المروري. ستراك ستوك ستاك ثرو ستاك، كلمة ساكنة بمعنى يعلق، get stuck بمعنى يعلق في الاختناق المروري. جملة رقم 4 he felt exhausted، كان شاعر بالارهاق. as he has never been used to، لانه ما كانش ابدا متعود على ايه بقى such hard work، مثل هذا العمل الجاد. to do ولا to did ولا to doing ولا to done، to doing. he has never been used to doing معناها لم يكن يألف هذا النوع من العمل الشاق. روح الجملة رقم 5. الجملة رقم 5 on account of his physical، ايه بقى؟ the team striker had to retire too early. عايز اقول لك on account of his physical، عايز اقول لك يعني ايه؟ بسبب او على حساب الاصابة البدنية اللي حصلت له. المهاجم بتاع الفريق تقاعد مبكرا. يا ترى injuring ولا injuries ولا injured ولا injury؟ injury هي الاجابة بتاعتنا. physical injury معناها إصابة بدنية. تمام؟ ونروح لجملة رقم 6 he always listens to his father's advice، دايما بيستمع لنصائح والده. he usually takes it for، بياخدها بإيه بقى؟ takes for إيه بقى؟ grants granted granting ولا grant؟ takes it for granted بمعنى يأخذها كشيء مسلم به، ودي من المصطلحات الموجودة عندك في المنهج. take something for granted معناها يأخذ الشيء على انه مسلم به. جمله رقم 7 the word talk and the word walk، كلمه talk و walk ايه بقى together؟ بيعملوا ايه مع بعض الكلمتين دول؟ جايين من ايه؟ sing يغني، antonym مضاد، rhythm موسيقى شعريه، ولا rhyme بمعنى يعمل قافيه. وصلنا لجمله رقم 8 من امتحان الشرقيه. الجمله رقم 8 في تشوز بتقول لك ايه؟ بتقول لك if you want to connect to the internet، لو انت عايز تتصل بالانترنت كذا on this icon، icon يعني أيقونة. ترى كيك اركل شو برجلك يعني، ولا كليك ولا كلاك ولا بلاك؟ طبعا كليك، انقر على هذه الأيقونة. الجمله رقم 9 electric cars اللي هي السيارات اللي تعمل بالكهرباء can not usually run at the same، لا تستطيع ان تسير بنفس سرعه ايه بقى؟ as petrol cars fast slow speedy ولا speed؟ speed بمعنى سرعه، at the same speed بمعناها بنفس السرعة. جملة رقم 10 نادر wishes he had studied for his exams، نادر بيتمنى انه كان ذاكر الامتحان بتاعه. يبقى هو he regrets، هو يندم، ندمان على ايه؟ ندمان على ما لم يحدث، ندمان على انه ما ذاكرش. يبقى انا عايز نط وراها جرنت، يبقى he regrets to study، لا to studying، لا studying خطأ not studying، he regrets not studying،
نهنم على ما لم يحدث، نهنم على انه ما ذكرش. جملة رقم 11، his colleagues زمايله مالهم بقى عن teachers معلمين like him بيحبوه as he is ايه؟ لانه هو ايه بقى؟ behaves politely ولا usually polite ولا usually politely ولا usually ولا usually ولا usually politely. خد بالك من is، خلاص verb to be يخلي الاجابه اللي انا محتاجها is usually polite. is موجوده فوق اهي usually polite. is usually معناها هو دائما مهذب مؤدب يعني، ودي الاجابه بتاعتنا. جمله رقم 12، the writer published his new novel last month. الكاتب نشر الروايه الاخير الروايه بتاعته الجديده الشهر الماضي. ماشي تمام. هي كذا the last two years writing it، اخر سنتين في كتابتها. الجمله هنا هو محتاجه انها تكون ايه؟ ماضي بسيط، خلاص ماضي بسيط. فهناخد spent، هو قضى السنتين الاخرانيين في ده. طب يجي حد يقول لي يا مستر لوسي طب انت ليه اخترت الماضي البسيط؟ اقول لك لان خلاص الحدث وقع وانتهى، الراجل خلاص وصل لمرحلة طباعة ونشر الجريدة، نشر قصدي القصة الرواية مش اتنشرت، يبقى الوقت اللي قضاه في كتابتها خلاص اصبح ماضي بسيط وخلصنا، مش محتاج يكون حاجة غير كده. خلاص يبقى spent هي الاجابة بتاعتنا، ماضي بسيط. has spent مضارع تام خطأ، was spent من الجمل ماضي بسيط خطأ، was spent ماضي مستمر خطأ تماما. نروح لجملة رقم 13، money الماء الفلوس مالها to Egypt by the tourists لمصر بواسطة السائحين brings is bringing is brought are brought. الجملة اللي قدامك واضح ان هي مبني للمجهول، مبني للمجهول في صيغة ايه بقى؟ في صيغة المضارع ولا الماضي ولا ايه؟ في صيغة المضارع. ليه؟ لان مفيش ولا صياغة في اللي تحت دول ماضي، خلاص يبقى انا عايز مبني المجهول في صيغة المضارع البسيط. يعني brings لا، is bringing لا، is brought هي الاجابة بتاعتنا، و are brought خطأ تماما. طب ليه مستر بودي يوسف خدت is brought وما خدش are brought؟ ما الاثنين مبني المجهول في المضارع البسيط، لان كلمة money تعامل معاملة هي وشو ات، يبقى هاخد لها is. وصلنا لجملة رقم 14، بتقول لك you should thank your teachers because، يجب عليك ان تشكر معلميك because you، لانك انت ايه بقى؟ much to them الكثير لهم، oh بمعنى يدين، لانك انت مديون لهم بالكثير. ودي الاجابه بتاعتنا own لا، owner لا، وowner ليس لها علاقه بالاجابه اساسا. نروح للجمله رقم 15، واحنا على صفحه 128 بنكمل امتحان بتاع محافظه الشرقيه. جملة رقم 15 بدأ بفراغ the last two weeks we have prepared for our graduation party. الأسبوعين الأخرانيين إحنا جهزنا للحفلة بتاعت التخرج بتاعتنا. طيب الراجل إن هو جاب لك فراغ وبعد كده the last two weeks، ماشي. الجملة واضح كده إن هي مضارع تام. طيب مضارع تام يبقى كده أنت تسقط من اختيارات آت وتسقط وايل. ماشي، فاضل مين كده معاك؟ فاضل سينس وفاضل فور. الفرق ما بين فور وسنس ان سنس ياتي بعدها بدايه مده زمنيه، وفور ياتي بعدها مده زمنيه محدده. طيب ذا لاست تو ويكس دي مده زمنيه محدده ولا بدايه مده زمنيه؟ مده زمنيه محدده. ليه؟ كلمه ذا اللي قبل لاست خليتها مده محدده، يبقى انت كده هتاخد فور. عارف لو ما كانتش ذا موجوده، يعني لو كانت الجمله موجوده فراغ وما فيش ذا لاست تو ويكس كنا قلنا سنس، لكن علشان ذا موجوده قبل لاست خليتها مده زمنيه محدده فهناخد فور، واي اجابه غير كده خطا تماما. جمله رقم 16، now and then من حين لاخر we ask our parents بنطلب من اهالينا ابوينا ايه بقى؟ advice النصيحه on what we should do على ما يجب ان نفعله. our parents of advice ولا about advice ولا to advice ولا for advice؟ for advice، for advice معناها لاجل ايه؟ النصيحه. ونكمل على صفحه 129 علشان نشوف بقى اسئله الامتحان. وصلنا للفيل ان وهنكمل الفراغات بتاعتك، الفراغ الاولاني ب ذا، الثاني هنكمله بار، فراغ سي هنحط فيه تو، والفراغ دي هنحط فيه ويل. تعال نروح للقطعه اللي جايبها الامتحان عندك على حيوان الكروكودايل اللي هو التمساح. طبعا الكاتب بيعدد مجموعه من المميزات او الاشياء اللي بتخلي حيوان
التمساح حيوان من الحيوانات المحبوبه او اللي بتحبها الناس وبتحترمها لاكثر من سبب، من ضمنها قوتها، من ضمنها شكلها الجميل، وكمان الجلد بتاعها اللي خلى الصيادين ينتبهوا لاهميه هذا الجلد وجماله وقوته في صنع الاحذيه، مما ادى الى تعريض حياه هذه الحيوانات للخطر وقتل العديد منها، ما ادى الى ان الحكومات بدات تفرض مجموعه من القوانين للحفاظ على هذه الحيوانات وجعل مناطق محميه لهذه الحيوانات علشان تتكاثر فيها من جديد ويتم الحفاظ عليها وانتاج المزيد من هذه الحيوانات علشان تعادل التوازن البيئي في البيئه بتاعتنا. وطبعا الكاتب بيحرج على شخصيه عندنا، طبعا حيوانات اللي طبعا النيل عندنا من الاماكن اللي توجد فيها تماسيح، وبيتكلم عن السباح المصري العظيم الله يرحمه اللي توفي عبد اللطيف ابو هيف، اللي كان اشهر السباحين على مستوى العالم مش مصر لوحدها، واللي كان ملقب ب ذا كروكودايل اوف ذا نايل، تمساح النيل، وده طبعا لانه كان سباح ماهر وسبق لعبور ذا انجلش شانل، القناه الانجليزيه، ودي قناه مائيه سبق ان هو عبرها، وده سباح مصري معروف، انت ممكن ترجع ليه السيره الذاتيه بتاعته وتقرا عنه، ده راجل الله يرحمه كان عظيم جدا. طيب نروح لاجابه الاسئله اللي على القطعه. ذا اندرلايند وورد ايم، ايم اللي هي موجوده عندك في القطعه ريفيرز تو، بتشير الى ايه؟ بتشير الى سيفنج كروكودايلز، انقاذ حيوان التمساح. في جمله 15 ذا كروكودايلز ار فيري انيمالز، التمساح حيوان ايه بقى؟ حيوان ايه؟ حيوان بيوتيفول اند سمارت، حيوان جميل وذكي. في الجمله رقم 20 ذا موست اكسبنسيف شوز ار ميد فروم، اغلى انواع الاحذيه مصنوعه من ايه؟ من الاجابه دي ذا كروكودايل سكين، من جلد التمساح. الجمله رقم 21 الاختيار 21 سوامب، سوامب اللي هي المستنقعات. سوامب ده بقى ايه؟ انا قلت لك بالعربي مستنقعات، طب مين فيهم اللي معناه مستنقعات؟ اويت مادي لاند، ارض مبلله وكمان فيها نوع من الطين. نكمل اسئله القطعه، وصلنا للسؤال رقم 22 بيقول لك why are crocodiles so powerful، ليه التمساح قوي؟ نرجع للقطعه علشان نطلع اجابه السؤال ده، هنلاقيها في اول سطر في القطعه. تعالى كده نجيب القطعه، اول سطر فيها اجابه السؤال ده اهو، بص كده او powerful crocodile، ليه بقى powerful؟ لان بقى ايه؟ those snapping jaws and lethal teeth frightened all attackers away whether human or animal. دي الإجابة بتاعتنا، دي الإجابة بتاعتنا، لأنه عنده فكين قادرين على العض والنهش، وأسنان وأسنان مميتة، أسنان وأسنان مميتة ومرعبة ترعب أي حد سواء كان إنسان أو حيوان. ونروح نكمل على السؤال رقم 23 بيقول إيه بقى؟ What are crocodiles often killed for؟ What are crocodiles often killed for؟ هم بيقتلوا التماسيح ليه؟ What is it used for؟ وبنستخدمه في ايه؟ طبعا التماسيح بتتقتل علشان جلدها اللي بيستخدم في صنع الاحذية. اخر سطر في الفقرة الاولى، بص كده بص كده، The expensive and very valuable skin which is normally used for making shoes. هي دي اجابة السؤال رقم 23، جلدها الغالي اللي بيستخدم في صنع الاحذيه. ونروح للسؤال رقم 24 وده اخر سؤال القطع. Who was the crocodile of the Nile? Why do you think he was given that nickname? مين تمساح النيل وليه عطوه الاسم ده؟ واحنا لسه كنا بنتكلم عن الحكايه دي، قلنا السباح المصري المعروف الله يرحمه عبد اللطيف ابو هيف. اهي الاجابه بتاعتنا، اخر سطر في القطعه. عبد اللطيف ابو هيف one of the most famous Egyptian swimmers، واحد من اشهر السباحين المصريين، ده احنا قلنا ان هو سباح مشهور مش مصري بس، ده عالميا كمان over history، was even given the nickname the crocodile of the Nile. ودي كانت اجابه سؤال رقم 24. نروح للترجمه علشان نكمل الامتحان بتاعنا، ودي الترجمه باللغه العربيه اللي هنحولها الى لغه انجليزيه. بتقول لك ايه؟ بتقول لك تعتبر السياحه البيئيه مصدرا مباشرا من مصادر الدخل القومي في مصر، فمصر تمتلك الكثير والكثير من الاماكن الطبيعيه المعزوله التي يرغب السياح في زيارتها. السياحه البيئيه اللي هي ايكو توريزم، ماشي، مصدرا بمعنى سورس او ريسورس، مش مشكله، او اي اللي تيجي على بالك يوم تنفع. الدخل القومي اللي هو ذا ناشونال انكم، الكثير والكثير، نولي سو ميني،
اماكن طبيعيه ناتشرال بليسز او ناتشرال سايتس، وطبعا الاثنين ينفع مش مشكله معايا. ايزوليتد وسياح، احنا طبعا تورست كلها دي كلمات بسيطه واحنا دينا قلناها، تعال نصيغها بقى في جمله سليمه. ايكو توريزم is considered a direct source of the national income and Egypt owns so many isolated eco sites which tourists like to visit. قولها تاني. Ecotourism is considered a direct source of the national income and Egypt owns so many isolated eco sites which tourists like to visit. ونروح للترجمة اللي باللغة الإنجليزية عشان نحولها للغة العربية. بتقول Some youth spend a long time on the internet nowadays unaware of the potential dangers there. They are vulnerable to many kinds of crimes. طيب بقول لك بعض الشباب بيقضوا وقت طويل على الانترنت في هذه الايام غير واعين للخطر الكامن فيه، ماشي. وكلمة vulnerable بمعنى معرض للخطر، يقول لك ان هم معرضين للخطر لعديد من انواع من الجرائم. ونقولها كده على بعضها، بعض الشباب يقضي وقتا طويلا على الانترنت في هذه الايام وهم غير مدركين للخطر الكامن هناك، فهم عرضة لخطر العديد من انواع الجرائم. وننتقل الى السؤال الاخير في الامتحان. Friendship is a precious thing. الصداقة شيء ثمين. طبعا انت ده عنوان جميل جدا ومن المواضيع السهلة اللي انت ممكن تتكلم فيها. هتديني جملة افتتاحية تتكلم فيها عن الصداقة واهميتها لدى اهميتها عموما، يعني الصداقة عموما في جملة افتتاحية، وبعد كده في جسم الموضوع عندك تحدثني عن المميزات بتاعة الصداقة والصديق وقت الضيق. A friend need is a friend indeed. Indeed الصديق وقت الضيق. وتديني نماذج وامثلة لصداقة. ويا سلام لو انت عشت قصة او حياة ليك صديق كمان تقدر تكلمنا عن مميزات هذه الصداقة وازاي بتساعد الشخص. وكل ما يكون الانسان اصدقاء واصدقاء اخلاق طيبة، تقدم علمي، اخلاق مهذبة، وكمان قدرة على العمل النشاط والمذاكرة والحاجات ده، هي كل ما يكون لك اصدقاء جيدين كل ما هيكون شخصيتك انت جيدة جدا. وبتختم بنصيحة للانسان ان هو يختار صديق علشان يقدر يعيش في حياة بها منفعة وفايدة. ونختم مع شاشة الترجمة كالعادة علشان نقول لك ان الامتحان انتهى، بس فيديوهاتنا ما انتهتش. ان شاء الله انتظرنا في مزيد من الفيديوهات للمنهج بتاعك، سواء كان شرح او حل او امتحانات نهائية. وكان معكم معلم خبير الهندسية مستر يوسف عزت من مدرسة شمال ثانوي بنات محافظة سوهاج. انتظرونا ان شاء الله في مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.